والآن نتحول معا إلى أهم أنباء الطقس في نشاط التاسعة. نعود فيها مرة أخرى وأخيرة إلى مصطفى مزار. إليك مصطفى. من جديد شكرا يوسف وشكرا ريهام. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الاثنين طقس حر رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، وفيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 33 درجة والصغرى 23، يكون الجو فيها حار. في الأسكندرية 29 23 مائل للحرارة، في مطروح 28 23 مائل للحرارة، في بورسعيد 29 24 مائل للحرارة، في الإسماعيلية 34 21 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 33 درجة والصغرى 22، يكون الجو فيها حار. في العريش 29 22 يكون الجو فيها مائل للحرارة، في طابة 34 24 يكون الجو حار، في شرم الشيخ 36 27 ويكون الجو حار، وفي الغردقة 35 27 يكون الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 38 درجة والصغرى 25 ويكون الجو فيها شديد الحرارة. في أسوان 39 26 الجو أيضا شديد الحرارة، في الوادي الجديد 38 25 يكون الجو حار، في شلاتين 35 26 يكون الجو حار، وأخيرا في حلايب 31 28 ويكون الجو فيها أيضا حار. الآن متابعينا ومشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.